الحمد لله عشت في هذا الكون لا اعلم منتهاه، ولكن منتهى هذا الكون انت ربي في علاه، انطقت عيسى ابن مريم وهو رضيع، فقال لاهل امه اني عبد الله، وقد يموت الصغير ولا يموت الكبير، ويعكس الامر طورا ويحدث التغيير، فهم الحياة عقيم، فهم الحياة عسير، صرفت طرفي اليها فعاد الي وهو حزين، وقال اعبد ربك وارجع اليه تجده نعم المولى ونعم النصير، فاعمل يا اخي خيرا فانك حتما راكبا بالسرير، فتنزل القبر حتما وذلك يوم عسير، في القبر هم وغم ومنكر ونكير، فاعمل يا اخي خيرا تمت رضي الضمير. اللهم صل وسلم وبارك على افضل يتيم وجد في الوجود حضرة النبي محمد صاحب بدر الكمال وبدر الجمال وصاحب سر الاسرار الالهية والشجرة النورانية والتي ارضعته السيدة حليمة السعدية. سئل احد العارفين بالله ايهما احسن، يوسف ابن يعقوب ام محمد ابن عبد الله، فاجاب العارف بالله قائلا يوسف من احسن الناس، ومن هنا للتبعيض، اما محمد وتصلوا عليه احسن الخلق على الاطلاق، يوسف اخذ نصف الجمال فافتتن به النساء، اما محمد اخذ الجمال كله ولم يفتتن به النساء، لان الله كسى جمال محمد بجلال نوره. يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه خرجت في ليلة مقمرة ليلة البدر في تمامه، فنظرت في السماء فوجدت القمر منيرا مستديرا، فقلت يا جابر لو ان هذا القمر الذي في السماء ينزل على الارض وانا انظر الى القمر اجده في السماء، فاذا بعيني تقع على الارض فاجد القمر على الارض، فحدثت نفسي يا جابر اقمر في السماء وقمر في الارض، يا جابر اقمر في السماء وقمر في الارض، فاذا بقمر الارض ينادي يا جابر اني رسول الله لا تعجب، فوالله لرسول الله ابهى من القمر. في هذه الليلة طيبة مباركة، ليلة تكريم الروح الغالية، فاضت هذه الروح الى السماء فحزنت لفراقها الارض وسعدت بها السماء، حضر اليوم وشرفت محافظة المنوفية بوجود علمين من اعلام دولة القرآن الكريم بمصر والعالم الاسلامي، شرفنا بحضور عملاق النغم وفارس التلاوة بمحافظة الاسكندرية،
نقيب قراء محافظة الاسكندرية وعضو النقابة بجمهورية مصر العربية وقارئا صنع التاريخ وصنع التاريخ له اسما من الذهب. فضيلة القارئ العلم الاذاعي الكبير المهندس رأفت حسين، الله ربي اسأل له التوفيق والسداد ولي ولحضراتكم حسن الاستماع، داعيا معالي المهندس رأفت حسين الى منصة التلاوة مشكورا مأجورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أرادنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراهن غفور رحيم.
ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة زجاجة كأنها كوكب دري Hey!
الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري توقد من شجرة مباركة الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض الله مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة المصباح في زجاجة الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة المصباح في زجاجة من شجرة
لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ويسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر رجال لا تلهيهم تجارة في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه
ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة
حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب يحسب الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا يحسب الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر لجي ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يرى ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ومن لم يجعل الله له والله عليم
الله عليم بما يفعلون. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى يخرج من خلاله. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ودق يخرج من خلاله وينزل من السماء فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء ويكاد سما برقه يذهب بالأبصار. يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. والله خلق كل دابة مما
ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير صدق الله. الحمد لله الذي جعل القرآن هداية للمؤمنين وجعل تلاوته بخشوع تهل دمع العاشقين وأخبر فيه أن الموت نهاية للعالمين وأننا بعد الموت مبعوثين سنقف بذل وخشوع أمام رب العالمين وترى يومئذ للمجرمين في الأصفاد مقربين ليس هناك فرق بين ملك معظم أو إنسان مهين ذي التلاوة الطيبة تلاها عليكم علم من أعلام دولة القرآن الكريم بمصر والعالم الإسلامي والقارئ الذي شرف مصر بالمحافل الدولية قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون المهندس رأفت حسين القارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون والذي سنسعد به قريبا عبر أثير إذاعة القرآن الكريم قرآن الفجر وقرآن الجمعة والأمسيات الدينية هذه الليلة أقمناها لكم تحت قبة وسماء أفخر قصور ضيافة متحركة بمحافظة المنوفية قصر متحرك يتلألأ بأنواره تحت إدارة أولاد المرحوم بإذن الله تعالى الحاج صبحي عبد السلام مجاهد وإدارة المهندس المحترم والنجم الساطع في سماء عالم الفراشات المهندس محمد صبحي عبد السلام ستنقل هذه الليلة عبر وسائل الإنترنت ومواقع اليوتيوب عبر موقع عمدة مصوري محافظة المنوفية المهندس محمود طاهر باسم العائلة الكريمة يتوجه بخالص الشكر لكل من تقدم بالعزاء وكان سعيكم مشكورا ودائما وأبدا البقاء لله وحده.